تطبيق سكني هو تطبيق يساعد المستخدم على الحصول على سكن مناسب في أسرع وقت ممكن. فمثلا لو كنت أنا طالب فانقبلت في مثلا كلية معينة في منطقة المعبيلة، أحدد على الكلية فيظهر لي السكنات القريبة من الكلية وأقرب محطة مواصلات وأقرب مركز صحي وأقرب الخدمات اللي يحتاجها الطالب كالمكاتب أو محطة مواصلات أو المراكز الصحية.